ما هلا رح نروح لمساحتنا التالية. كثير من السيدات السوريات بيهتموا بالشغل اليدوي وإعادة تدوير الأشياء من حولهم للاستفادة منها بالمنزل، ويعتبر الكروشيه من الحرف اليدوية المنتشرة في سوريا منذ سنوات. ومعنا اليوم الحرفية رحاب كراكر لنتعرف أكثر على هالحرفة. يسعد صباحك، رمضان كريم. رمضان كريم ينعاد عليكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا يعني وسهلا. بداية خلينا نتعرف أكثر عن شغلك، قد ايه صار لك بتشتغلي، وشو خليني اقول القطعه اللي بتشتغليها بشكل عام. هلا مبدا شغلي انا بالكروشيه، بديته تقريبا من شي 10 سنين واكثر. فطورت شغلي بكذا شغله. فهلا نحن بشهر رمضان أكيد. مبارك، فحبيت انه نعمل تعملي زينه بيت. هلا مثل ما شايفين، فنحن هلا عملت شكل نجمه. الزينه اللي خرج رمضان، خرج زينة رمضان. زينه رمضان بشكل نجمه، ممكن تتعلق بالصالون على الحيط تحت اي لوحه مثلا. عندنا قطعه هذا شكل ثاني من نفس الشكل ثاني على نفس المبدا تقريبا، بخيطان مثلا. عندنا شوية صوف، فمن نعملهم هلا انت بتشتغلي كل قطعه لوحدها بعدين بتوصليهم. أيوة بهذا الحبل، كل قطعه لحالها، يعني كل مربع او فينا نقول او كل شكل لوحده، كل شكل لحاله، وبعدين بوصلهم بالخيط الطويل. تمام. نعم. يمكن سلمى في كثير من الاشخاص بالبيت، سيدات المنازل، بيشتغلوا الكروشيه وبيحاولوا يعيدوا تدوير كثير اشياء موجوده. كمان بنشوف، عم نشوف معي من زينه رمضان. تمام. الهلال. تمام. الهلال هلا هذا من القش، خيط القش. ايوه. والرمضان كريم عاملته بالشمع. فانا صبيته باول شمع. لا، هدول نجوم مضيئه. فمن هون انا حاطه شمع معطر ولزقته عليهم. فيعني حركه جديده، حركه جديده وحلوه، بتعطي يعني خليني اقول لمسه مميزه. هلا يمكن بيميز الشغل اليدوي انه القطعه مو بس الشخص بيشتغل فيها، فبيعطيه من روحه، انه هي ممكن تستخدم اكثر من مره. يعني هلا مثل هي الزينه، هي انا بحطها السنه وبرجع السنه الجايه ممكن نظفها وارجع استخدمها. ما انا مثل الورق او الكرتون. تمام. الرائج الموجود بالسوق اللي ممكن ينتزع بعد الاستخدام. اي مزبوط. وهي بنفس الوقت انه الشمع بيضل بنحط، هلا مجرد ما نحط على تعلق بالتعليقه فهو بيعطي عطر فواح. كل ما فتح الباب، كل ما حدا فتح الغرفه، فبيلاقي انه العطر. نعم. البيت. صحيح. رحاب، كمان من الشغلات غير الكروشيه اللي بتشتغليها هي الصابون. تمام. يعني عم نشوف الوان واشكال كثيره معنا. خلينا نحكي اليوم كيف هو تصنيع يدوي بالبيت. ايه، صنع ايدي شغلي بصابون الغليسرين الشفاف، ممكن شفاف، ممكن الابيض الحليبي. الصابون الشفاف عملته للاطفال مشان باشكال حلوه للبيبيات، للهي انه بيغسلوا ايديهم على غسيل ايديهم، تشجع الاطفال. هلا هي قوالب جاهزه، انت بتجيبي القالب، بتجيبي المواد الاوليه، وانا بجيب الصابون والصبغه والعطر، وبعمل لهم اعاده تدوير وبصبهم بقوالب السيليكون وبيعطوني منظر. ممكن يشارك ممكن يشاركوا الاطفال بصناعه هذا الشيء، باعتبار هي يعني قوالب، فممكن انت تشاركيهم بصناعتها لحتى كمان خليني اقول يكون في هذا النوع من المشاركه، ينبسط اكثر ويستخدمها، يتشجع على استخدام الاطفال. هلا هو يستخدمها الأطفال. ايه، اما يشتغل فيها لا، لانه بدها شغل كثير، انه بدها اعاده تدوير على الحراره، الماء المغلي مثلا، وبدي كمامه، فبصير في خطر على الاطفال، خطر على الاطفال، انه مشان الروائح ما تزعجهم. يعني هي نفس الشيء، هي صابون بس انت حاططيه. ايه. بيعطي زينه وريحه للبيت. ايه، ورد مجفف وبقلبه صابون، مجرد ما انت الغطاء عنهم فبتظهر
بتفوح الريحة. تمام، تفتح العطرة بالصالة. كمان رحاب شايفين جنبك بوكس كمان في يمكن صابون. هذا البوكس كمان صابون شفاف، وحبينا انه هذا مقدم من محل ازهار شاهين عندنا بيبرود، فهو عبارة عن انه بوكس ورد صابون، فبيضل بوقت كتير طويل مو مثل الورد الطبيعي طبعا انه دغري بنتزع او شيء، فهذا اكيد. كمان عم نشوف، خلينا نشوف القنينه اللي موجوده هلا. هي القنينه انه فيها بحص اذا بتحبي فيكي تحمليها مشان، وهي الكاميرا هلا، هاي بحص ملون احجار، وبنحط لها انا عرق اخضر اصطناعي وكمان شمع باخرها. فبنحط كمان خيط قش مثلا او صوف حسب المتوفر، وفينا نعلقها بتضل فتره طويله ما بتنتزع لانه فيها مي بداخلها، يعني ما راح تنتزع ما راح تدوب، كل ما دابت الشمعه بتضل لانه فيها مي هون، فيها مي بيضلوا فيها. طيب بالعموم الشغل اليدوي يعني هو شغل بياخذ كثير من الوقت، فيعني ممكن كثير سيدات اذا طبعا اللي قاعدين بالبيت يستفيدوا من هذا الشيء. خلينا نحكي عن هي الافكار اللي كل مره بتحاولي تطلعي بفكره جديده، وخصوصا قلتي صار لك 10 سنين بتشتغلي هالشغل. تمام، هلا هي الفكره انه بدها وقت كثير وبدها صبر كثير وبدها فن وبدها يعني انه بدها على طول، انه هلا انا بفتح مثلا بشوف شو في جديد شو في كذا، فبلاقي انه نزل شيء جديد مثلا، فرجيك انه شو نزل شيء جديد مثلا، نزلت للبيبيات للاعراس للولاد لل رحاب، يعني دائما انت بتحاولي تواكبي كل مناسبه. ايوه مين بالزبط. الاشخاص اللي بالزبط. عندهم احتفال معين بالضبط. هلا مثل هي مثلا قوالب سيليكون خاصه للاعراس، ممكن اصدقاء العروس انهم يضيفوا وتضل ذكرى عندهم. طبعا تضل ذكرى من المناسبه، تضل ذكرى للمناسبه كمان نفسهم هنيك كانه للولادات. هون عندنا شكل مثلا الفستان هيك شيء، في كثير اشكال جديده حلوه. توديع العزوبيه كمان بنشوفهم، هو لتوديع العزوبيه. رحاب قديش بتشجعي اليوم السيدات يعملوا مشروعهم الخاص؟ في كثير سيدات عندهم وقت بالبيت ما بيعرفوا شو بدهم يسووا فيه، قديش بتحسي انه بعد ما صرتي انت تمارسي هي الهوايه او يعني تكون مصدر رزق لك، قديش بتحسي تغيرت حياتك للافضل؟ عن جد كثير، وبنصحهم كثير انه اللي عنده هوايه ما يخبيها، يظهرها ويشتغل فيها. انا حبيتها كثير كثير، وصرت ما اقدر يعني اقعد بلا شغل، فعلى طول دائما بتلاقيني انه بدي اشتغل حتى لو ما كان في عندي طلبيات، فانا بكون مجهزه مثلا او عامله كذا نموذج في حال انه انطلب اي شيء، انه عندي هالقطعه مثلا فبتوصل عليها بتتقدم أكيد. حسب الطلب اكيد. يعني اول شيء نحن سعيدين بانك انت موجوده معنا لحتى نحكي شوي عن تجربه سيده سوريه قدرت خلال هذا الوقت تعمل مشروعها، توجد لنفسها مكان، واكيد هذا المكان مستمر لانه هو شيء يومي هي بتقدر تنتج منه لتفيد نفسها، وايضا تكون تجربه من خلالها ممكن كثير سيدات يلاقوا نفسهم وينموا موهبتهم. شكرا كثير لك ورمضان كريم عليك. رمضان كريم، نعاد عليكم خير وسلام. شكرا لك الحرفيه رحاب كراكر اليوم لوجودك معنا ولكل الروائح العطره اليوم اللي زينتي فيها الاستديو. شكرا لك، اهلا وسهلا فيكم. شكرا.